وازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ شكرا لكم، رجعتكم فيديو جديد، والنهارده معانا حلقه جديده من سلسله نمط المهنه مدرب بالاسطوره كريم بنزيما. قبل ما تبتدي السيشن حط اللايك، اشترك لو انت مش مشترك، عايزين نشوف تفاعلكم برده على الحلقه دي زي ما فجرتوا الدنيا في الحلقه الاولى، عايزين برده نفجر الدنيا في الحلقه دي. عندنا النهارده مباريات صعبه جدا، عندنا اول مباراه امام دورتموند، مباراه دورتموند هنلعبها اكيد، المباراه اللي بعدها دي ممكن تبقى سكيب كده، المباراه دي برده سكيب، وبايرن ليفركوزن هنلعبها دي ثاني مباراه معانا، والمباراه دي برده هتبقى سكيب لغايه لما نوصل لمباراه البايرن. ولا نخلي مباراه البايرن الحلقه الجايه؟ ممكن نخلي مباراه البايرن الحلقه الجايه، يعني ممكن نلعب المباراه دي المباراه اللي جايه برده نضمن الصدر، يعني بدايه المشوار كده يبقى حلو. يبقى الاحتياط باذن الله هننزل فاتي والنصيري، ممكن يعملوا اي حاجه في اللقاء، يعني برده محتاجين فلوس، محتاجين فلوس امام هالاند وليلة. يا التشكيله وهالاند وسانشو، هنخش وربنا يستر علينا امام دورتموند. يلا رجاله، يلا رجاله، عملها بروسيا دورتموند. دورتموند امام شالكي باذن الله بقياده كريم بنزيما، المدرب كريم بنزيما في تاني لقاء ليه بعد ظهوره المميز جدا امام لايب الحلقه الاولى. لو ما شفتهاش شوفوا هنا او هنا، كانت حلقه خطيره جدا جدا، والانتقالات كانت رهيبه برده. اهم حاجه نقفل على ماكينه الاهداف هالاند. حلوه بدري، يلا بدري، يلا الاولى 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 يا رحمن. جول 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 جول، 1-0 على طول من خطا دفاعي. شوف هنا الضغط العالي، هنا بدري بيقطع وهنا بيلعب، وجول جول جول جول. هو الضغط العالي من بدري. ايوه بنزو، ايوه كريم بنزيما، بنزيما فرحه بنزيما. شو معاه هالاند، قفل على هالاند والنبي. لا 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 هالاند، لا هالاند لا. عاش حارسنا، عاش حارسنا هالاند، خطير. قفل على هالاند ما يخلوش يشوط. سانشو برضه خطير. رويس، يا ولد يا مدافعنا. لا 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 لا، جريرو جريرو. ديست شيل يا ولد، ديست ما يعديش بيتس. الحمد لله، والله خطير، والله خطير. حارد 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 حارد، امين حارد، امين حارد، امين حارد. يلا هي هي يا حارد. مرتده جميل. لو 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 شيل. ايه صفر صفر يا عم، ايوه صفر بقى يا صفر. والله ثلاث نقاط غاليين جدا، 1-0 بالعافيه بالعافيه. عمال اتماسك دفاعيا، مش راضيه يعني. الحمد لله الحمد لله قدرنا ان احنا نعدي وبنفوز 1-0 بس، الحمد لله الحمد لله على دورتموند، فريق تقيل جدا. ايوه بنزو كباك كان عالمي، كان كباك واللي جنبيه كانوا عالميين حرفيا، كانوا مقفلين على هالاند. قلنا الفريق الافضل، هذه حقيقة. هل كنتم فريقين حال النتيجة ولا للحظة واحدة؟ يعني كنت قلقان شوية بس يعني ولا للحظة، يعني نجام الفريق شوية. كريم بنزيما هو المدرب الفني للشالكي. اوكي، عندنا مباراة أمام هوفنهايم بإذن الله، دي ممكن نلعبها، دي نلعبها بإذن الله. نلعب المباراة اللي بعدها مين؟ بايرن ليفركوزن تقريبا، زي ما احنا نلعب على طول، نخش إلى أرضية الملعب بإذن الله نبدع أمام هوفنهايم. أوكي أوكي، ندخل على طول أرضية الملعب على ملعب بين جمهورنا. هوفنهايم أمام شالكي أو شالكي أمام هوفنهايم بإذن الله. يلا يا أنسو فاتي، كان مريح الماتش اللي فات، يعني عايزين بقى إيه نبدع النهارده فاتي. يلا بسم الله النصيري، بنطالب أنسو فاتي. فاتي راح، فاتي راح ولا فاتي راح؟ يلا حارد حارد، يو الدفاع. يلا نصيري، يلا بقى يلا بقى، هي مسألة وقت إن شاء الله، والصلابة الدفاعية دي تروح. يلا يا نصيري بقى، هدف أول بقى. يلا يا عم، هي مسألة وقت بقول لك، والصلابة بتروح الدفاعية. 1-0 على طول يوسف النصيري، في المتابعة من أمير حارد. لا 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 لا، لبسنا. الله، لبسنا المهاجم بتاعهم الريزل ده. فاتي 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 فاتي، يلعب للنصيري، نصيري يتكي الدفاع. حلوة حلوة، بص ابن اللذين رجع ازاي قفل على النصيري. حلوة، يلا بقى يا جدع بقى، يا جدع بقى، حرام. يلا بقى، يلا حارد، عط يا حارد. لا 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 لا، ايوه بقى يا جدع بقى، هو ده الكلام يا جدع، هو ده الكلام، احنا نستحقها اكتر. اوف اوف اوف، يا حارس، استلامه الاستلامه الاستلامه الاستلامه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، غمزها بس حطها له في الشباك. اوف اوف اوف، امين حارس بنسجل على طول الهدف الثاني. بنتفوق في اخر ثانيه.
ثانيه في اللقاء. والله ماتش صعب، والله ماتش صعب. هوفنهايم فريق مش سهل كده. بايرن في المركز الاول، احنا في المركز الثاني، فرق اهداف فرق اهداف بس بيننا وبينهم. قاش ان احنا ممكن نجيب حد ثاني، يعرض انتقالات. المدافع ده الفنلندي ممكن ابيعه، ماشي 2 مليون بيع يعني. حتى ده برضو كمان سعره كبير قوي، ماشي قبول العرض لفرانكفورت، سعره كبير. فاللعيبه دي احنا مش محتاجينهم اساسا، ما نلعبهمش. معلش يا بدري، معلش يا بدري، واصل العمل بجد. ممكن نجرب مع المدافع ده، عنده 24 سنه، 71 طاقته، نديله 4 مليون. حلو، 4 مليون و700. بسم الله. ايوه بنزيما بيتناقش مع الميلان. لا 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 لا، هي 4 مليون، 4 مليون متحول، 4 مليون انا معيش غيرها اساسا، 4 مليون 100، ازيد من كده انا مش هدفع. لا لا، معيش فلوس، مش فلوس اشتريك بيها بصراحه. ده كل ما املك، كل املاكي. ماشي، انا محتاج وقت نفكر، بس هو تقريبا مش هيبص. 5 مليون و700، ماشي. انا خدته تقريبا، مش عارف، خدت من فلوس المرتبات كمان، ف عادي 30 يا عم. ماشي، ايه زادت 30؟ حلو، 30 مليون، 30,000 في الاسبوع. اوكي يا رجاله، المباراه دي باذن الله هتبقى سكيب، هنعملها سكيب يعني لعل وعسى نفوز، باذن الله نفوز يعني، باذن الله نفوز. يلا اوكي. لا يا الله، بنتعاد بايرن ميونخ اكيد بتفوز على لايبزيج. بايرن ميونخ دايسه وش كل الناس. هي بسم الله، خش على طول امام بايرن ليفركوزن الى ارضيه الملعب امام بايرن ليفركوزن، باذن الله الفوز. اوكي، ثالث مباراه الصبح، بايرن ليفركوزن امام شالكي على ملعب بايرن ليفركوزن. مباراه قويه جدا، اكيد بايرن ليفركوزن من الفرق الثقيله جدا جدا في المانيا. يلا بسم الله رجاله، نبتدي على طول. حلوه، يلا انجز 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 انجز. يوسف النصيري، يلا النصيري بقى الاول يا نصيري. يوسف النصيري 1-0، وهدي اللعب، هدي اللعب، هدي اللعب. 1-0 ليوسف النصيري. يلا مرتده 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 مرتده، العب لفاتي، العب فاتي 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 فاتي. عارض عارض عارض، جول جول جول. جت مره الحارس بتفوق، لكن امين حارض المره اللي بعدها جول، وبيتالق امين حارض. ودي فاتي، فاتي راح، فاتي راح، فاتي راح، فاتي جول، فاتي راح، فاتي جول، فاتي راح، فاتي جول. والتلاتة، 3-0، 3-0. كريم بنزيما المدرب الفني لنادي شالكي بيثبت ان هو قوي جدا، وبيتفوق على بايرن ليفركوزن. ويا فاتي، هربت هربت بنت لذينه، لكن سرو علامي من ديست. يلا فاتي، فاتي حط الرابع، حط الرابع يا فاتي. يو حارت، حارت الرابع، امين حارت بيدخل بيها الشباك. 4-4، مش محتاجه، خلاص خلاص. اتوقع ان كده المباراه انتهت خلاص، حسمت رسميا. فاتي بيجيبها لكن تخبط في الحارس وتيجي ليامين حارت اللي بيتابع. 3 اهداف في البوندوز ليجا كده، 3 اهداف لامين حارت، 3 اهداف ليوسف النصيري، و3 اهداف لانسو فاتي، كلهم في البوندوز ليجا. بيصفر حكم، بيعلن انتهى اللقاء. فوز شالكي 4-0 على بايرن ليفركوزن، نستحقها. احنا كنا احسن وادينا الحمد لله اداء اسطوري، اداء عالمي مننا. بايرن ميونخ ودورتموند بيلعبوا مع بعضيهم برضو، فدي لقاء حلو، لقاء حلو. اوكي، بقينا في المركز الاول، يبقى كده دورتموند غلبت بايرن ميونخ اخيرا، اخيرا غلبتهم، واحنا في المركز الاول يا رجاله. وباذن الله هنفضل في المركز الاول، اي نعم في منافسه بيننا وبين الاغلب اساسا، لكن باذن الله يعني ايه الدنيا تبقى حلوه. فبس يا رجاله، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، استمتعتوا بيه، زروا لايك، اشتركوا، مشترك، كان معكم محمد نبيل. فمن الله، اشوفكم على خير.